سكوب معناتها المدى او المجال، يعني تقويم الاسنان اي اعضاء بياثر بجسم الانسان بطبيعه الحال على الاسنان، توث بوزيشن بياثر على سكالة الباترن، يعني على الماكزيلا وعلى الماندبل. ممكن اذا انا مثلا عملت عمليه جراحيه اسمها اورتوجنافيك سيرجري بالتعاون مع حكيم الاوراق اند ماكزيلو فيشل سيرجن، فينا نغير بوزيشن للماندبل للماكزيلا، نعليه لفوق، نقربه لقدام، نرجعه لورا. فهذا الاورثودونتكس بيشتغل عليه. ممكن كمان اذا استخدمت بعدين شيء اسمه فانكشنال ابلاينس، يعني حنشوف هلا اكزامبل عنه، ممكن اقدر اغير كمان بسكالة الباترن. سوفت تيشو باترن نقصد فيها مين للابر ليب واللور ليبس. هلا الابر ليب واللور ليب يعني هن قاعدين على الماكزيلا والماندبل وعلى الماكزيري انسايزرز والماندبلر انسايزرز. فاذا غيرت بالبوزيشن على بالماكزيلا او الماندبل او على الماكزيري انسايزرز والماندبلر انسايزرز، بطبيعه الحال هن بدهم يغيروا شكل، يعني لان هن مستندين عليهم، متكئين على على الماكزيلا والماندبل وعلى الانتيريور تيف الابر واللور. مثلا هذا البيشنت اذا بنشوفه، هذه الصوره بيسموها سيفيرومتريك اكس راي. يعني هلا هيدي مش بتصور، ما حتاخذوها هي السنه، هذيك سنه انا اعطيتها للدفعه اللي كانت قبلكم. انتم هيدي السنه مش داخله محاضرات بغداد، يعني هيدي حوالي اعطيتها خمس محاضرات. هلا هيدا اللي بده يعمل تقويم كثير مهم، السيفر يعني سيفيرومتريك اكس راي. هيدي الصوره شعاعيه مستعمله بالتقويم، يعني كثير مشهوره. طيب هون عم نشوف بيشنت، انا بس رح فرجيكم شو قصدي بال موفينج تيث وموفينج بون موفينج سوفت تيشو. يعني مثلا هو الماكزيلري انسايزرز مثلا اللي هون، بقدر انا مثلا كحكيم تقويم اسنان رجع اسنان لورا، غير انكلينيشن، طلع لفوق، نزل لتحت. هذا المقصود بموفينج تيث. اكيد بقدر اعمل كمان ذات الشيء على المندبلر انسايزرز، يعني بغير لهم بوزيشن تاعهم، بقربهم، برجعهم. هلا طيب انا لما اجمالا لما اغير مثلا على المجزري بوزيشن، تعال اقول مثلا هول الانسايزرز كانوا بهالشكل، رجعتهم شويه. هلا الليب مثل ما عم تشوف حيصير في فراغ بين الليب والسنان. هلا الليب ما طبيعه الحال بدها تعبي هالمحل اللي صار فراغ، يعني اوكي. فكمان الابر ليب ترجع شوي. هيدا المقصود بالسوفت تيشو باترن. سوفت تيشو باترن عم غير بوزيشن للليب الابر، ان كانت الابر او ان كانت اللور، يعني اوكي. طيب هلا اوقات كمان اذا عملت اورثوجناستيك سيرجري او استخدمت مثلا فانكشنال ابلاينس، ممكن حرك الماكزيلا، مش بس مثلا مش بس السنان. مثلا هتنقول هيدا المندبل كله مع المندبل ارتيث كله، تنقول مثلا عملنا عمليه جراحيه للماندبل، كل الماندبل، ها عم علم بس على الماندبل رفلي، حتى افرجيكم كيف شو قصدي بنحرك السنان. يعني اوكي ممكن هذا الماندبل كله مثلا بالحكيم الاورثوجناستيك سيرجن اشترك مع التقويم، يعني ممكن يقرب كل هالماندبل لهون، اوكي، يقربوا هيك، يرجعوا لورا، يطلعوا لفوق افترضنا، ينزلوا لتحت. اكيد حيصير في تعديل بشكل الفيس، يعني انا ما عم اقرب هون، اللب طبيعه الحال بدها تقرب كمان، اذا رجعت لورا اللب بدها ترجع لورا. فهيدا الاشياء اللي قصدهم فيها موفينج بون، يعني هيدا اللي قصدهم بالاورثوبيديك تشينج. اورثوبيديك تشينج قلت ممكن يكون عبر الاورثوجناستيك سيرجري او عبر الفانكشنال ابلاينس. هيدا مثلا على الفانكشنال ابلاينس. مثلا هيدا البيشنت عنده كلاس 2، شايفين الكلاس 2. هلا هيدا حينحط له جهاز، هيدا جروينج بيشنت، حيتحط له جهاز اسمه فرانكل. هيدا فرانكل ابلاينس بنحكي عنه ان شاء الله اخر السنه بالفانكشن ابلاينسز. هلا هيدا الجهاز اذا بيلبسه بتمه خيص على تقريب المندبل لقدام، يعني اوكي. هلا سواء نجح او فشل مش موضوعنا، هيدا متى ما غير او قد بيغير اللور ليب معه، شكل الليب بتغير معه، يعني هيدا المقصود كمان بالسوفت تيشو تشينج. اوكي هيدا المقصود، عم يغير تيث وبون وسوفت تيشو. طيب اورثودونتيك تريتمنت، هلا بنرجع بنعيد اند التريشن توث بوزيشن، تغيير مكان الاسنان، تغيير سكالت الباترن، بقرب ماكزيلا، بقرب ماندبل، استخدمت فانكشنال ابلاينس او اورثوجنافيك سيرجري. التريشن اوف سوفت تيشو باترن، اذا غيرت السنان حيغير السوفت تيشو باترن، غيرت المندبل بوزيشن حيغير السوفت تيشو باترن. اوكي هذا المقصود فيه، هذا مجال التقويم.
عيداك بيسموه دانتو فيشل اورثوبيدكس، مش انا مش عم بحرك بس اسنان، الفيس كله بيتغير معي يعني، مين الماكزيلا والماندبل. موفينج تيث اكيد هو المين ريزن لاكزيستنس اوف ذا سبيشالتي، يعني التقويم وجد اكيد لتحريك السنان يعني، هيدا الشيء الاساسي. بس انا بحرك السنان، السنان مش قاعدين يعني بجزيره معزوله، سنان ضمن السن، سنان قاعدين بالماكزيلا او بالماندبل، الماكزيلا والماندبل بالفيس. فاذا غيرت السنان يعني غيرت شن الاسنان، عم غير اشياء بالماكزيلا والماندبل، فطبيعه الحال حيتغير شكل الفيس يعني. هلا عم بيقول موفينج تيث وذاوت اني ديليتيريس افكتس، يعني بلا عوارض جانبيه مؤثره او مدمره اذا بدكم. انتو مور ايديال لوكيشنز از وات افري ون اولز اشيت وذ ذس فيد، يعني حط السن بالمكان المناسب بالعظم وحول اللبس، هيدا هو هدف التقويم، هيدا عم بيقول بهالمعنى يعني. انا لازم لما اغير بوزيشن للسن ما لازم احطه بمحل مثلا في كميه بون قليله، حتى بعدين مثلا البون اللي حوله يخسروا مع الوقت والسن يصير على الاكستراكشن. فالمفروض حط السن بالان كوركت بوزيشن، هيدا اللي عم بيقوله يعني بهون. هلا هاو افيشنتلي ذس كان بي اندر تيكن، قديش في اعمل هالشيء، حط السن بالمكان المناسب، ان تو وات اكستنت وبالقدر الممكن، ديبندز ابون ذا نيتشر اوف ذا مال اوكلوجن. حسب مثلا عندي كلاس 2 كبيره، كلاس 3 كبيره، ما في حركة سنين لحالي، بدي استعين بأورثوغناستيك سيرجن يساعدني بتحريك المندبل لقدام او لورا يعني. اوكي، واكيد تعتمد كمان تحريك السنين على كابابيلتي اوف اندفجوال كلينيشن، قديش الحكيم التقويم عنده معلومات وعنده خبره بالكيس يعني. الحكيم مثلا اللي ما عنده خبره ممكن يحط السن بوزيشن غلط. اوكي، الحكيم اللي عنده خبره متمرس بالفيلد بيقدر يحط البوزيشن، بيقدر يحط السن السوتبل بوزيشن بالمكان المناسب. بالنسبه للاورثوبيديك تشينج قلت لكم يا بنستخدم فانكشنال ابلاينس مثل فرانكل او اورثوغناستيك سيرجري. هلا اورثوغناستيك سيرجري كمان حتى نفرج شويه كيسات عليها شو بنقصد فيها. مثلا هالبيشنت هيدي عندها كلاس 2 الماندبل تاعها اتس ديفيشنت. اوكي، الحين عمل لها شيء بسموه بي اس اس او، باي لاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي، او بي اس اس او فيكم تفتشوا عليها تشوفوا شو هي يعني. البي اس اس او حيتقرب الماندبل لقدام، اكيد بده ينقص من حدا من هالبوزيشن يعني بين 6 و 7 اذا بدكم، وحيقرب الكلينيشن الماندبل. لما بيقرب الماندبل اكيد الجو كله بيتغير يعني، السوفت تيشو، اللبس، التشن كله بيتغير، اكيد هذا عم بيحط براغي حتى يثبت يعني. هلا هيدا الفراغ اللي هون بيرجع اكيد بيتعبى ببون، ما بيضل فراغ مع الوقت، بيرجع بيتعبى بون، فبيصير بون هون يعني. بس هيدا اكيد البريكت بيضلوا معه طول العمر يعني، مش محرز يرجع يعمل عمليه حتى يشيله يعني، بس انفيسيف، فبيضلوا بده اصلا فتره حتى يلحم منيح الماندبل، فهذا بيضلوا اكيد السنين بيتغيروا يعني، هم شايفين البريسز بينعمل مع التقويم. طيب هيدا اذا كان في عندي البي اس اس او. هلا في 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 كيسز يعني بعمل عمليه على الماكزيلا، مين هي لوفورت وان. هلا رح اشوف اكزامبل عليها. مثلا هالبيشنت كلاس 3 هون مثل ما شايفين، كلاس 3 ما اخذناهم، بس كلاس 3 مقصود المكزلة المندبل اللي قدام، المكزلة لورا يعني. فبتشوف هالبيشنت مثلا المندبل تاعها ديفيشنت، عندها انتيريور كروس بايت، هالانتيريور كروس بايت عم بيكونوا اللور انسايزرز قدام الابر انسايزرز، عامل التقويم. هلا حتعمل لوفورت 1، جراحه اسمها لوفورت 1 يعني. هالوفورت 1 بيتقرب فيها المكزلة لقدام يعني. اوكي، بيعمل كاتس الاورا اند مكزلو فيشل سيرجن، بيقرب المكزلة لقدام. لما بيقرب المكزله لقدام اكيد حيتصلح المال اوكلوجن يعني. اوكي، ولما بيتصلح المال اوكلوجن اكيد بيتغير شكل الفيس يعني، بصير البيشنت اثيتيكلي احسن، الماستيكيشن تاعه اكيد احسن لان صار غضيته اضبط يعني. اوكي، هيدا كمان اكزامبل على الاورثوغنافيك سيرجري. طيب اورثوغنافيك هي من كلمتين، اورثو مع تصليح، قلنا حكينا اورثو مع اي كلمه، اورثو معناتها هي تصليح، جنافيك جو، جنافيا معناتها جو يعني، هذا باليونان. اورثوغنافيك تصليح الفك يعني، الجراحات التقويميه بسموها بالعربي اورثوغنافيك سيرجريز. هلا هون كمان نرجع للبرزنتيشن، هو عم بيقول انه الفانكشنال ابلاينسز والاورثوغنافيك سيرجريز هن اللي بيعملوا اورثوبيديك تشينج يعني، هن اللي بيغيروا مع بوزيشن العظم. هلا ات از فيري ماتش وذين ذا كابيرت اورثوغنتست يوز ابلاينسز، لانه ما في يستخدم مثلا فرانكل ابلاينس، في يستخدم اجهزه ثانيه حتى عشان يقدر يحاول يقرب الماكزيلا، يرجع الماندبل يعني، يعمل شويه. هذا اكيد بالجروينج بيشنتس، هول فانكشنال ابلاينس اكيد بالجروينج بيشنتس. الاورثوغنافيك سيرجريز دائما بيكونوا بالادلتس، بيكونوا مخلصين جروث يعني.
ما في الاورثوجنتيك سيرجريز ما بتنعمل باشخاص بعضهم بعد في عندهم جروث. الاورثوجنتيك سيرجريز مينلي 18 يعني 21 حتى وما فوق اذا بدكم يعني تكون امنا انه الجروث تقريبا كله خلص حتى نعمل العمليه. لا بالعكس الفانكشنال ابلاينس يستخدموا بس بالجروينج بيشنتس يعني خصوصا الريموفابل فانكشنال ابلاينس يستخدموا بالجروينج بيشنتس. اوكي طيب ارترينجز اوف تيشو اكيد لما عم غير البوزيشن للاسنان والماندبل والماكزيلا اكيد عم غير بوزيشن للسوفت تيشو اكيد عم حسنهم اذا كانت العمليه ناجحه وفي في في كوركت بلاننج بين الاورثودونتست والاورثوجنتيك سيرجن اكيد بيتحسن شكل اللب يعني. والفانكشنال ابلاينسز كمان اذا البيشنت استخدمهم هن هو ريموفابل ابلاينس بينقلبوا وبينحطوا اذا البيشنت استخدمهم كان في عندي جروث بوتنشال عنده للبيشنت بياخذ نتيجه نوعا ما جيده يعني بيتحسن البوزيشن نوعا ما للفيس. اوكي طيب الانفلوب معناتها غلاف اورثر سوفت تيشو انفلوب يعني غلاف بس ما فيش انه مغلف غلاف يعني هذا الانفلوب يعني محاول السنام والبوم بسموه سوفت تيشو انفلوب. الايمز شو اهداف والاوبجكتيف يعني شو الاوبجكتيفز للاورثوتيك تريتمنت ثلاث شغلات جاكسون هذا جاكسون عالم تقويم جاكسون استرياد يعني ثلاثيه جاكسون فانكشنال افشنسي ستراكشرال بالانس اثاتيك كيرف تشوف شو هن هول ثلاثه فانكشنال افشنسي مينلي العلاقه بالماستيكيشن يعني مثل هالبيشنت عنده مثلا هذا اللي قدام بنسميه هون انتيريور اوبن بايت شايفين السنان مش عاضين في عندي ورا بايت قدام هون ما عندي بايت اسمه هذا انتيريور اوبن بايت طبيعه الحال هيدي البيشنت ما حيكون في عندها جود ماستيكيشن يعني الماستيكيشن من قدام اكيد حيتحسن اذا هول السنان مثلا هيدا نزل لهون وهيدا اللور انساج طلعوا لفوق حصير في عندها بتر ماستيكيشن. اوكي هيدا فانكشنال افشنسي فانكشن بالفانكشن ماستيكيشن ممكن كمان يدخل بالفانكشنال افشنسي بالسبيتش يعني مثل ما بتعرفوا الاسنان في منهم في اسنان بتدق بالسنان يعني في 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 حروف بتدق باللسان بدق بالاسنان هو عم يكون بنطق مثلا حرف الاف اف هيدا عم بدق بس حرف الدي تي هول كلهم بدقوا بالسنان فاذا كانوا مثلا البوزيشن للسنان غلط ممكن ياثر على مخارج الحروف ينقال الحرف بشكل غلط فكمان اذا بعمل تقويم ممكن يحسن لي هالشيء يعني. طيب structural balance قلنا شو ان structural balance soft tissue mainly lips the upper lips the chin ممكن لحد النوز كمان نقول الماكسيلا والماندبل هن بيعملوا الهارد تيشو وتحتهم والسنان هن هو ثلاث شغلات structural balance soft tissues الهارد تيشو والتيث هن هو ثلاث شغلات الهارد تيشو اكيد مقصود فيها الماكسيلا والماندبل فهو ثلاثه لازم يكون في بينهم equilibrium يعني ما لازم انا احط السنان بمحل مثلا كثير 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 قريب من soft tissue مثلا وكثير برات ال الهارت تيشو كثير برات الماكزيلا او الماندر لازم يحطه بالبوزيشن مناسب. على اوقات تجينا حالات في عندنا مثلا التونج كبير لما يكون التونج كبير لو قد ما عملنا التقويم ما حيمشي لان التونج عم بيخرب لي بوزيشن الاسنان. اوكي مثلا مثل هالكيس مثلا شوفوا التونج هون من قاعد التونج وين بيكون مثلا كمان كيف دافش المولرز. اوكي هون عندي بايت قدام ورا يعني بوستيريور اوبن بايت عندي شوية بايت قدام ورا عندي posterior open bite وهول السنان المولرز والبري مولرز هون مدفوشين بكري. اوكي تقريبا اذا بتشوفوا هون ال التونج تقريبا it's covering the lower posterior teeth كتير واسع التونج. هلا هيك شغلات لو قدنا عمل التقويم بلا ما اصلح التونج اكيد حيصير في عندي ما حيصير في عندي stability بالتقويم يعني هعالج المريض من هون حيرجع التونج ياخذهم لبرا فبهيك هيك شغلتها بيكون في عندي هيدا التنج الكبير بسموه ماكروجنيفيا بس اكتب لكم اياها ماكرو يعني بيج عفوا مش ماكروجنيفيا ماكروجلوسيا جنيفيا هو الجو هيدي حاله ثانيه ماكروجلوسيا جلوسيا جلوسوس يعني التنج باليوناني. اوكي ماكروجلوسيا هي اللارج تنج يعني. اوكي المايكروجلوسيا سمول تنج كمان اذا بدكم تشوفوها شو هي تعملوا سيرتش عليها اسمها مايكرو جلوسيا. اوكي هلا هيدا البيشنت هون انشلوا شقفه من لسانه يعني اوكي بارت من لسانه بسموها بارشال جلوسكتومي جلوسكتومي هيدي جلوسكتومي بينشل جزء من التونج. اوكي بيكون التونج كبير او لسبب تاني يعني بينشل التونج. اوكي اسمه هيدا جلوسكتومي بارشال جلوسكتومي بينقص اجمالا من هالبارت هيدا اللي معلمينه بينقص بينشال
وبيرجعوا اكيد بيقطبوه يعني. هيدا اكيد يعني اذا كان البيشنت طنج كبير تاعه ونقص شقفه منه حيحسن كثير ستابيليتي للاورثودونتيك كيس. الفاتيك هارموني مين للمريض ليش بيعمل تقويم؟ يعني 90% من المرضى بدهم شيء افاتكس، الفانكشن بيجي مرحله متدنيه يعني بالنسبه للمريض. فبين اللي بيهمه تظبيط شكل السنان يكون شكله جود يعني، هذا ممكن اكيد بيحسن صورته الاجتماعيه بالمجتمع، ممكن يعطيه فرص عمل اكثر، فرص زواج، الشغلات اللي بفكر فيها المريض يعني عند الاناث وعند الذكور. ممكن يعطيه ثقه بالنفس زايده، انه زايده او بيكون هو ثقته بنفسه يعني نتيجه المال اوكلوجن او نتيجه خربطه السنان منخفضه، فممكن يحسن عنده. هذا كمان ممكن يحسن عند الاطفال يعني عند الجروينج بيشنتس، اذا عندهم مال اوكلوجنز بتكون اكيد عند الاطفال يعني حالتهم النفسيه مش مثل عند الادلتس يعني. الادلتس نوعا ما بيصير نوعا ما يعني بيقدر يتحمل انتقادات الاخرين، بس الاطفال ممكن بالمدارس بيعانوا من شيء بيسموه البولينج او التنمر يعني. فممكن اذا 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 طفل مثلا تحت 12 مثلا اسنانه مخربطه عنده كراودينج ممكن يتعرض لتنمر من اصدقائه يعني. فالتقويم بيساعد هالطفل يعني يزبط اسنانه، يعني الهدف منه انه يكون ثقته بحاله زايده ويخف التنمر حوله من المجتمع يعني. هيدا كمان بيساعد الافاتيك هارموني يعني. طيب هلا شو ممكن يحسن كمان التقويم؟ اكيد المال الاينمنت، هيدا هون بيسموه المال الاينمنت، شايفين الكاناين هون اوكي، هيدا السيرفس اللينجوال سيرفس مغطى الديستال سيرفيس للانسايزر. هلا هذا اللينجوال سيرفيس للكينين عرضه اكثر للكيرز، لان التوث براشنج ما حيفوت عليه يعني، البراش ما حتقدر تفوت تغسل هالسيرفيس اوكي. فهذا ممكن عرضه اكثر للكيرز اوكي، هذا البارت من السن يعني. فاذا ضبط التقويم بنجيب جود الاينمنت اكيد ممكن يخف نسبه الكيرز. بعد بالتقويم بيرودونتال ديزيز مثل ما قلت لكم كمان كل هالسيرفس اللي هون البالاتال جينجيفا هذا اللي هون اللي مش مبين كمان ممكن تلتهب يعني اوكي، لان البرش يعني البالاتال جينجيفا قصدي فيها هيدي مش مبينه هي هون، فهيدا عفوا لينجوال جينجيفا مش بالاتال هون على اللور. فهيدا ممكن بطبيعه الحال يصير في عندي بيرودونتال بوكيتس كالكلس واخسر شويه بون. فاذا ممكن ضبط اسنان ممكن تصير التوث براش تمرق يتنظف السنان يعني بيخف نسبة البيريدونتال ديزيز. كمان إذا في عندي هون مثلا تيث سكويزد أوت تيث مثل هون مثلا، هيدا اللي هون مثلا سكويزد أوت لينجولي أوكي هالتوث، وهيدا كمان سكويزد أوت لينجولي، هيدا كمية البون المحيطة فيه إن كانت هون هون يعني مينلي وهون لهالسن كتير ضئيلة. فهيدا ممكن مع الوقت إذا ما نقلته يصير في عنده لص اوكي، اخسر السن. بطبيعة الحال هو مش عم يستفيد منه البيشنت لانه محطوط هون يعني، هو البيشنت عم يعمل ماستيكيشن هون والسن هون، واكيد هذا السن كمان يعني ما عم يستفيد منه. هلا هول في واحد منهم سوبر نيومري تيث، هلا حنعرفها بعدين او اذا بدنا نكون دقيقين سبلمنتال تيث. سبلمنتال هو سن زايد عنده شكل طبيعي يعني، هذا مثلا شكله طبيعي هالسنين، هو شكلهم طبيعيات. اوقات في سوبر نيومري تيث في تيث بيكونوا شكلهم غلط يعني they don't resemble the tooth. هذا بنحكي عنه ان شاء الله بالمحاضرات الجايه اوكي. اكيد هذا السن هون هذا جاي بكل، هالسن هذا الكينين هون جاي بكل اوكي، هذا labial ectopic eruption هذا بسموه eruption خطا، حنحكي عنها بالفيرذر lectures يعني. هذا اكيد الكينين بوزيشن تاعه غلط يعني، هذا كان اذا بنرده لهون اكيد حيستفيد. اكيد هون في عنده كميه، حيكون كميه البون قليلة على الليبير سيرفيس تاعيته، فكمان إذا بجيبه عم حسن البيرودونتال، عم أقلل من بيرودونتال ديزيز عند البيشنت. مثلا هون البيشنت هيدا إذا شايفين الجنجيفا تاعيته، إذا بتقارنوها بالباقي أسنان هون جنجيفا باقي أسنان بنشوفها في ريسيشن هون، النيرة متآكلة أوكي، النيرة متآكلة لهالبيشنت. فهيدا اذا بيشنت مثلا، هذا كمان مثلا اذا كان في عندي سن كثير طالع لبرا ممكن بالتقويم مثلا هيدا يرده لجوا، كمان ممكن تحسن ال
البيريدونتال اسبكت يعني بهالناحيه او الجنجيفال اسبكت. هلا كمان في اسنان اوقات بيكون في هون هذا بسموه فنستريشن. فنستريشن من كلمه فرنسويه اسمها فنتر. فنتر معناتها نافذه. اذا بتشوف هون في عندي بون هون هون ما عندي بون هذا بسموه فنستريشن. اذا كان كله سوا اذا كان كل البون مثلا هون مش موجود بسموه هذا دايسنس. دايسنس معناتها دهليز. تكتب لكم اياه دايسنس. دايسنس اوكي دايسنس معناتها دهليز. الفنستريشن محطوطه هون معناتها النافذه. بالنافذه بيكون في عندي بون بس في عندي محل صغير ما في بون. بالدهليز لا كله سوا البون بيكون رايح يعني من البون كله اوكي. فكمان التخويم اذا في عندي سن كثير لبرا ممكن اقدر مثلا انا طوطي لجوا لداخل العظم. هذا كمان ممكن يحسن لل البارادونتال هيلث للبيشنت. طيب اورثونتكس كمان كان امبروف التروماتيك اوكلوجن. هون مثلا في عندي تروماتيك اوكلوجن عندي انتيرير كروس بايت اللور انسايزرز مغطيين على الابر انسايزر. الابر انسايزرز عم يعملوا فورس عليهم هيك اوكي. ففي فالفورس الفورس للانسايزرز عم يعمل لي تروما للاسنان يعني. بس حتى اشرح شوي كمان بهالموضوع. طيب نرجع للبيشنت هون. هلا تخيلوا مثلا هذا البيشنت عنده كروس بايت اوكي. هون عنده كروس بايت الانسايزرز. اذا 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 بنطلع منيح الفورس كيف عم يعملوا فورس الانسايزرز يعني اتجاه الفورس كيف الانسايزر عم يجي هيك اوكي. هيدا الفورس يعني الانسايزر بهالاتجاه يعني اوكي. بس حتى اعمله غير لون حتى ما يصير في تضارب بالصوره. طيب هذا اللون هون. الفورس عم يجي على هاللور انسايزر من الابر انسايزر هو بهالاتجاه اوكي. طيب اللور انسايزر اذا عم ياكل فورس بهالاتجاه شو حيعمل؟ طبيعة الحال بده يقرب اوكي. كل ما اللور انسايزر بيقرب اكثر كل ما عم يطلع برات البون. هيدا هون البون شايفين البون وين؟ هيدا البون اوكي. هيدا هون البون حيطلع برات البون. فكل ما كان في عند الفورس جاي بهالاتجاه من الانسايزر من هيدا الانسايزر جاي بهالاتجاه البون الانسايزر حيطلع نتيجة الفورس لبرا يعني كأنه عم يحط فورس بالاورثو عليه حيطلع لبرا. طبيعة الحال هيدا حيخرب البريدونتال ليجامنت يعني حيخرب البي دي ال للاسنان. فهيدي أهمية كمان بالانتيريور كروس بايت نعالجها اوكي. هيدا كمان كثير مهم يعني. طيب بنتابع نرجع على اللكتشر. قلنا انتيريور كروس بايت ممكن يخرب البون يعني اكيد. كمان التروما اذا كان في عنده شخص المكزيلا كثير مقربة ما عنده سبورت من الماندبل ممكن يصير في تروما اكثر لان المكزيلا والماندبل يعني. هيدا مثلا البيشنت هون هيدا السكال هون هيدا المكزيلا والماندبل والسنان كلهم سوا لما بيعض البيشنت ان اوكلوجن كل السنان سوا فهول بيقووا بعضهم يعني. بس هيدا البيشنت اللي هون التيث كثير بعاد عن اللور تيث. الابر تيث كثير بعاد عن اللور تيث. المكزيلا والماندبل ما في عندهم كونتاكت كبير. فهيدا هون اذا اكل بوكس او اكل ضربه على وجهه الفراكتشر للماكزيلا والاسنان بيكون اعلى من هيدا البيشنت اوكي. هيدا البيشنت كل هالبيشنت لما عم ماسكين مع بعضهم وحاولوا من المسلز الماسيتر والمسلز اوف ذا فيس بصير في عنده ريزيستنس اكثر لحتى التروما. التروما معناتها الضربات. هذا معنى التروما يعني. التروما معناتها الانجري يعني اوكي. هيدا البيشنت معرض كثير لحتى يكسر لانه ما عنده سبورت كثير يعني. فالتخويم او الاورثوجناستيك سيرجري ممكن يرد السنان للبوزيشن تاعها المضبوط يعني فبيخفف من وقع التروما اوكي. وقلنا نحن اعطينا مثل بالاكزامبل اللي بيلعبوا فنون قتاليه اجمالا بيقولوا له دائما سكر على اسنانك اوكي. بسكر على اسنانه دائما بجيب المكزيلا والماندبل سوا والسنان سوا فبتصير الضربه اذا اكل بوكس على وجهه وقع عليه اقل حتى ما يصير في انجري يعني للماكزيلا والماندبل اوكي. بينما اذا كان بعيد الماندبل او كان بعيد الماكزيلا عن الجول مقابله حيصير في كسر اكثر. فهون عم بقول اورثونتكس
هذا اكيد البيشنت هون، هذا البيشنت هون مكسور في تروما، يعني شايفين السن هون كيف طويل، هذا هون كيف قصير، هذا اجمالا بيتاخذ بالاندو التروما في تشابتر بالاندو دونت اكسبريخدوه، ما بعرف يا هالسنه او سنه الجاي بيحكي عن التروما يعني، وهذا كمان تروماتايز توث ديسكالرت يعني. فهون عم بيقول انه اذا كان الريسيرش بين انه اذا الاوفر جت فوق 3 ملم في دا في في دبل ذا ريسك اوف تروماتيك انجري، يعني مثلا اذا هون هلا هذا اود اوفر جت قليل، هون هون اوفر جت واسع كثير، بس انه اذا هذا بسموه الاوفر جت، المسافه من الانسايز الادج للموست بروميننت بوينت على اللور انسايزر، الاوفر جت هي المسافه بين الانسايز الادج اوف ذا ابر انسايزر والذا موست بروميننت بوينت على اللور انسايزر، اوكي هذا بسموه الاوفر جت. يعني اذا بدي ارسمه هون هذا الاوفر جت، اوكي تقريبا وتكون شوي نوعا ما جت، هذا الموست بروميننت، هذا بسموه الاوفر جت، اوكي. فاذا مثلا كان في عندي مثلا اوفر جت هالقد، اوفر جت هالقد، هيدي مثلا اللي قد 2 تايمز حسب الريسيرش، يعني لا مش قد 2 تايمز، قصدي اذا كانت 3 ملم اكثر، سوري ما عم نعرف، اذا هذا مثلا اكثر من هذا 3 ملم احتمال هيدا للتروما، هيدا الاوفر جت اللي هون اكثر من هذا ب 3 ملم احتمال اكثر تروما ينكسر مرتين، يعني احتمال يتعرض للتروما للانتيريور تيث مرتين اكثر من اذا كان اكثر من 3 ملم الاوفر جت. طيب اورثونتكس كان امبروف، اكيد الامباكتد تيث، الامباكتد تيث هن اسنان تحت العظم، اي شيء امباكتد بيكون تحت العظم، مثل ما شايفين هون مثلا الجراح فتح شيء اسمه فلاب، يعني اجى تحت النيره شال التيشوز اللي هون اللي على البلت، شال البون وعمل اكسبوجر للسن، كشف السن واجا حكيم التقويم علق التاشمنت عليه وطلع، اوكي هيدا بسموه امباكتد، امباكتد توث سمت مور بالعظم. اكيد التقويم بقدر نعالج، يعني كثير حالات امباكتد تيث فينا نعالجها، يعني هذا بسموه هذا هون التوث الامباكت بسموه باليتال امباكشن، يعني باليتلي امباكتد كناين، يعني اوكي فهيدا كمان تقويم بيقدر يجيب، وهذا هذا البيشنت ما كان عم يستفيد منه، يعني كان قاعد بالعظم، بيشنت ما عم يستفيد منه، بالتقويم جبناه على الارش، يعني بيجي لهون على الارش بيصير بيستفيد منه، يعني اكيد للشكل احسن، يعني الكناين الفانكشن مثل ما حكينا الماستيكاتري فانكشن، البيشنتس اللي عندهم اوبن بايت ما حياكلوا مثل البيشنتس اللي عندهم نورمال بايت، يعني واكيد بالكلاس 2 بالكلاس 3، يعني مثلا هذا بيشنت كلاس 1 اكيد عنده ماستيكيشن ابيليتي احسن من هيدا ومن هيدا، اوكي والسبيتش اكيد احسن يعني بالكلاس 1 بالحكي، فلان هو كل سنين عم يستعمله للمضغ، بينما هون مش كل سنين عم يستخدمه ولا هون كل سنين، فاكيد الفانكشن بتتحسن اذا عملت التقويم اورثوغنستيك سيرجري، سبيتش مثل ما قلنا اكيد بيتحسن بالتقويم اذا ظبطنا temporomandibular joint اللي هو هيدا هون temporomandibular joint، هذا بسموه الكوندي، اوكي هذا الكوندي اللي هون، هيدا المانديبولر فوسا، اوكي هيدا اسمه temporomandibular joint، كل هيدا الكومبلكس اللي هون اسمه temporomandibular joint، اوكي هذا الجوينت اللي هون TMJ يعني، فهيدا كانوا قبل يعتبروا في علاقه له مع التقويم، هلا المعظم او الدراسات الحديثه بتقول ما في، هلا هيدا موضوع شائك يعني عرفته، بس انه هون مش حفوت فيه يعني، بس بيقولوا انه temporomandibular joint ما في كثير اسوسيشن، يعني ما في علاقه مباشره بينه وبين المال اوكلوجن، يعني اذا كان عندي مال اوكلوجن ما ضر يكون في عندي TMJ problem، اوكي واذا كان عندي وبالعكس اذا عندي TMJ problem ما ضر يكون في عندي مال اوكلوجن، يعني ممكن يكون في عندي كلاس 1 بتجنن كثير حلوه بس في عندي TMJ problem، يكون في عندي مثلا كلاس 3 مثل هيدا بس البيشنت ما بيعاني شيء بالTMJ، فما في علاقه دغري مباشره بيناتهم، بعد العلاقه يعني عم تكتشف العلاقه، يعني ما في عندنا بعد شيء علمي واضح حتى نحدد بالضبط شو اسباب TMJ واذا كان المال اوكلوجن بياثر او لا، يعني اوكي طيب هذا اوبن بايت هون اكيد كمان حياثر على الفانكشن على الماسيكاتري فانكشن وعلى السبيتش، سايكو سوشيال ويل بينج اكيد مثل ما حكينا ثقة الإنسان بنفسه سواء كان عند الأطفال عند المراهقين أو عند البالغين، أكيد السنين إذا شكله مش حلو حيأثروا عليه بالمجتمع، ممكن يقللوا من فرص نسبة الزواج عنده، ممكن من نسبة فرص العمل يقللوا، فالتقويم ممكن يحسن هالشيء، يعني
يحسن فرصه سواء اخذ فرص عمل او بالزواج يعني. اوكي طيب، الريسكس شو اخطار التقويم يعني؟ روت ريزوربشن اول شيء يعني، هيدا الروت ريزوربشن. اذا بتشوف مثلا هيدا السن هون ما في روت طويل، هيدا مثلا السن المفروض يكون لهون مثلا الروت، اوكي، وهذا السن مثلا المفروض الروت تاعه يكون لهون، اوكي، وهو كمان المفروض الروت تاعه يخلص هون. مثل ما شايفين هلا الروت متاكل يعني، اوكي. فهون عم بيقول يعني هذا احد اسباب احد اعراض التقويم اللي ممكن تصير. اجمالا هو ممكن يصير مثلا حوالي ال 1 ملي هون مثلا ريزوربشن، اوكي يعني، بس مثل هيدا مثلا في كثير ريزوربشن. معناتها هذا هون يا البيشنت جينيتيكلي سسبتبل ممكن، يا البيشنت مثلا يا الاورثودونتس حط فورس كثير قوي، اوكي، بس انه 1 ملم اوف روت ريزوربشن اتس اوكي. مينلي يعني في كمان بيقولوا احد اسباب الروت ريزوربشن هو الهافي فورس، اوكي. الهافي فورس حيعمل ديفايتلايزيشن. ديفايتلايزيشن يعني هذا البالب اللي هون بصير نكروتيك، اوكي. هذا معناتها ديفايتلايزيشن، ببطل توث فايتر ويصير نكروتيك توث، توث ميت. اكيد التوث الميت بيعمل مع الوقت ابسس، بياكل عضو، ممكن ياكل البارت من الروت يعني. فهيدا ريسك اوف اورثودونتيك تريتمنت، احد ريسك بالاورثودونتيك تريتمنت. ممكن الريسك الثاني انه مثلا الحكيم يحط السن برات اتس جود بوزيشن يعني، اذا حكيم التقويم ما حط السن اتس كوركت بوزيشن، مثلا حطه كثير لقدام ليبل يعني مثل هون، ممكن يصير في عندي ريسيشن، اوكي. هذا هون ريسيس توث، واكيد هون ما في عظم يعني، هذا كل هالعظم المفروض يكون متعبى بعظم وبجنجيفا. اذا الحكيم التقويم ما عرف يحط البوزيشن، ما عرف يحط السن ان جود بوزيشن، او اشتغل شغله غلط، ممكن يؤدي ل جنجيفا ريسيشن وبيريدونتال سبورت يقل. كمان بعض التقويم اجمالا في هذا اللي هون اللي شايفينه، هذا بسموه الوايت سبوت ليجن، وهذا هون الوايت سبوت ليجن يعني، هذا في عنده كثير وايت سبوت ليجن. اوقات بيصير في شيء اسمه ديمينراليزيشن يعني، الهيدروكسي ابيتايت اللي على السن بيصير له ديمينراليز. هذه اول خطوه حتى يصير في عندي كاريز يعني، بيصير ديمينراليزيشن. فاوقات بالتقويم اذا انا بحط بريسز مثلا على السنان، مثل مثلا تنقول هون، اوكي، او هون مثلا كمان وهون، والبيشنت كان عنده باد اورال هايجين قبل ما يحط البريسز، بعد ما حط البريسز المفروض هو الاورال هايجين تاعه يتشدد فيها. هلا على فتره سنتين وهو همل التوث براشنج، همل الفلوسنج، همل الرينسنج المخمضه، ممكن بعد سنتين من التقويم يصير في عنده ديمينرالايز ليجن. هو بيسموه وايت سبوت ليجنز، وايت البقعه البيضاء يعني، وايت سبوت ليجن، اوكي. هذا كمان ممكن يصير اذا استخدمنا اكيد مع فيكست ابلاينسز يعني، فيكست ابلاينس بيقصدوا فيها البراكتس يعني، اوكي، هذا بيقصد او البريسز يعني، هذا بيسموه فيكست ابلاينسز. الواير بوكينج هذا اجمالا خلال علاج التقويم، اوقات مثلا هي بتصير لسببين، يا حكيم التقويم بينسى القص هالواير، بكون عنده عجقه شغل، ازدحام شغل بالعياده عنده، بينسى وبده يخلص البيشنت دور يفلله يعني، بده يجيب بيشنت غيره، ممكن ينسى شو اسمه يقص هالواير. او السبب الثاني بيكون الحكيم التقويم قصه بس السن غير بوزيشن. لما السن مثلا غير بوزيشن، انتم بعرف مش فيكم تتخيلوه، بس انه هي هيك، اذا السن غير بوزيشن ممكن الواير يطلع لبرا، بيكون مثلا الواير طالع من الابوينتمنت هون، لان السن مثلا هذا غير بوزيشن، او شيء سن قدام غير بوزيشن، بيطلع الواير لبرا، بيصير يعمل شيء اسمه البوكينج. البوكينج يعني بدق بتشيك من جوا، بدق بخدود المريض، بدق بالباك الميكوزا للمريض يعني، اوكي. فهذا ممكن يجرحه للبيشنت، اوكي. هول اجمالا هول الريسك اوف اورثونتيك تريتمنت، هذا هو مثلا الاسباب. هلا عم بقول هون كمان بالبال انجري، بالبال انجري مثل ما حكينا بصير في عندنا ديفايتلايزيشن بتصير ما عندنا اكسسيف فورس، بصير توث نكروتيك. سوفت تيشو دامج مثل ما شفنا بالواير بوكينج، ممكن يصير في عند تنجرح النيره بالفيكست ابلاينسز. فيكست اورثونتيك تريتمنت، بس تعرفوا شو هالمصطلح اللي هون، هذا الفيكست اورثونتيك تريتمنت يعني شيء ثابت، ما بيطلع
البيشنت ما في يشيله يعني، اوكي هذا يسموه فيكس يعني، اللي قصدهم فيه مينلي بريسز يعني، انتوا اللي بتعرفوه بالبريس، هذا مقصود فيه الفيكس اورثونتيك تريتمنت، اوكي هذا بيسموه بريسز. طيب